نروح لرابطة الأندية المحترفة اللي أصدرت عقوبات الجولة السابعة من بطولة دوري النيل ده طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024 جاءت العقوبات كالتالي في مباراة بيراميدز والإسماعيلي بإيقاف اللاعب إبراهيم بلاتي لاعب فريق بيراميدز ثلاث ماتشات وتوقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه ده بسبب الطرد والطرد كان بسبب ضرب الخصم بدون كرة رقم 2 ايقاف محمد سيد لاعب فريق الاسماعيلي لمده مباراه واحده للطرد بعد حصوله على انذارين في نفس المباراه ده بالنسبه لماتش بيراميدز والاسماعيلي ماتش امبي والمصري جاءت العقوبات والغرامات كالتالي توقيع غرامه ماليه على نادي امبي قيمتها 25 ألف جنيه للاعتراض الجماعي على الحكم عقب انتهاء المباراه والعقوبه الاخرى هي ايقاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق امبي لمده مباراه واحده وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم دي كانت قرارات رابطه الانديه المحترفه فيما له صله بعقوبه الجوله السبعه